بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن count function، ودي الدوال اللي بتبدأ بكلمة count. طبعا احنا عارفين كلمة count معناها يعد او العدد وهكذا. طيب نبدأ بأول حاجة من count function. اول حاجة في حاجة اسمها count blank. ايه هي count blank دي؟ او كلمة blank مع عموما معناها ايه؟ معناها نقصد بيها هنا يعني الخلية الفارغة. فلما اجي اقول عايز استخدم كاونت بلانك، فده معناه ان انا عايز اعمل ايه؟ اعمل كاونت سيلز ذات ار بلانك، الخلايا او عد الخلايا اللي بتكون فارغه. فنيجي نشوف مثال على الكلام ده. هقول مثلا في المثال ده انا عايز اعرف كم عدد الخلايا اللي فارغه مثلا في الكولوم بتاع بيرسي دي. ففي الحاله دي هستخدم كاونت بلانك. طبعا انا شايف هنا ان هما في اتنين او خليتين فارغتين. طيب هستخدم الداله دي ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده، لو انا جيت مثلا في خانة فاضية او سلة فاضية وقلت يساوي وكتبت كاونت، هلاقي ظهر كل انواع كاونت اللي انا ممكن استخدمها. دلوقتي احنا عايزين نحسب ايه؟ الخلايا الفارغة. يبقى هستخدم اني دالة اللي هي كاونت بلانك. فبدوس دبل كليك هنا او بكمل الكلمة للاخر. فاول ما هيفتح قوس هيطلب مني الرينج اللي انا عايز احسب فيه. فببدأ احدد له الرينج اللي انا عايزه يعدي لي منه الخلايا الفارغة. فهلاقي الرينج بتاعي هنا اللي احنا قلنا مطلوب ايه في المثال، كاونت بلانك سيلز فور بيرثدي كولوم. فهلاقي ان ده كده هو الرينج بتاعي. ممكن اعلم له عليها بالماوس بالطريقه دي، او ممكن اكتب له من سي 10 لحد سي 16 وهكذا، واقفل القوس وادي له انتر، هلاقي كتب لي كام؟ 2. طبعا هي دي نفس الداله، بس انا حبيت اعملها قدامكم يعني خطوه خطوه. طيب هلاقي ان الداله هنا كتب لي الناتج هنا كام؟ 2. ليه؟ لان عدد الخلايا الفاضيه او اللي ما فيهاش اي تكست او اي حروف في المكان هنا هما 2. طب دي كانت اول داله من كاونت، من دوال الكاونت. في حاجه تانية اسمها كاونت ايه، هي بالشكل ده كده كاونت ايه. طب كاونت ايه دي بيقصد بيها او بستخدمها في ايه؟ كاونت ايه دي بقدر استخدمها ان انا اعد الخلايا ذات ار نون بلانك، يعني خلايا اللي مش فارغه، يعني سواء الخلايا دي فيها تكست او فيها اعداد هتعد لي عادي. يعني انا نفس المثال اللي فات لو جيت اطبق هنا وحبيت اعمل كاونت بلانك زي ما احنا شايفين كده، كتبت كاونت بلانك وحددت له الرينج بتاعي، هلاقي اللي حصل كاونت بلانك وحددت له الرينج بتاعي، هلاقي ان هو حسب لي القيمه ب2. ليه؟ لان انا عندي 2 خلايا فاضيه. طيب لو انا اشتغلت على نفس التمرين ده وحبيت اعزب الخلايا اللي مش فاضيه عموما، سواء كان فيها ارقام او فيها تكست، فلو جيت اشتغلت هنا بكاونت ايه زي ما احنا شايفين كده وكتبت له الرينج هلاقي ان هو طلع لي ان عدد الخلايا ذات نون بلانك هلاقيه كتبها لي 5، اللي هم فين؟ اللي هو ادي 1 وادي 2 وادي 3 وادي 4 وادي 5. ففي الحالة دي طلع لي الخلايا اللي مش فارغة. طيب لو انا عايز احل او لو انا عايز احدد او اقول له يحسب لي الخلايا اللي مش فارغة ليست فارغة بس بشرط تكون فيها اعداد بس. بمعنى احنا عرفنا دلوقتي ان في حاجة اسمها كاونت بلانك، ودي بيعد لي او الخلايا اللي بتكون فارغة. فلو جيت اطبق على المثال ده، بس هنا انا ازود الرينج شويه. ازاي؟ ان انا لو جيت اشتغل هنا اقول له الرينج بتاعي كل الاسامي والارقام دي، اللي هو الكولوم اللي فيه النيم والكولوم اللي فيه السكور. فلو جيت اشتغلت هنا بكاونت بلانك وقلت له كاونت بلانك الرينج بتاعي من بي 42 لحد سي 48، هلاقي ان هو طلع لي الكاونت بلانك بكام؟ الحاجات اللي انا معلم عليها بالاصفر دي 4. طيب لو جيت استخدم كاونت ايه على نفس الرينج بتاعي، كاونت ايه هيطلع لي كام خليه؟ خليه هيطلع العدد ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7 ادي 8 ادي 9 ادي 10. يبقى هو عدي لي الخلايا اللي مش فاضيه ايا كان فيها تكست او فيها حروف ارقام عفوا. طيب دي كانت كاونت بلانك وكاونت ايه. طب في حاجه اسمها كاونت لوحدها، ايه هي كاونت لوحدها دي؟ او كاونت لوحدها دي يقصد بيها ان هو يقصد بيها ايه؟ يقصد بيها ان انا عايز اعد الخلايا اللي بتحتوي على ارقام فقط. يعني لو انا طبقت على نفس المثال وخدت له الرينج بتاعي كل الرينج ده اللي هو من بي 42 لحد سي 48،
هلاقي ان الكاونت بس بتعد لي ايه، بتعد الارقام بس، الخلايا اللي فيها ارقام فقط زي التلاتة اللي هي دي، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، فبالتالي انا متوقع هنا الناتج هيكون خمسة فعلا. يبقى من هنا اقدر عرفت الفرق ما بين تلات حاجات، اللي هي كاونت بلانك بتعد الخلايا الفارغة، كاونت ايه بتعد الخلايا اللي مش فارغة سواء كان فيها حروف او ارقام، وكاونت بس بتعد الخلايا اللي فيها ارقام فقط. والتلاتة كل بكتب الدالة ازاي، ان انا بعمل يساوي وبكتب الدالة اسم الدالة بتاعتي، وبفتح القوس وبكتب فيه الرينج اللي انا عايزه واقفل القوس. تمام. طيب ربع نوع من انواع الكاونت، في حاجة اسمها كاونت اف. ايه هي كاونت اف دي؟ كاونت اف معناها يعني عد لي حاجة معينة، الرينج معين اللي انا هديهولك، بس في شرط معين لازم تاخده في الاعتبار، والشرط ده انا بدخله معاك ازاي او بتتعمل ازاي. يعني مثلا مثال زي ده بيقول لي ايه، بيقول لي عد لي الاسماء او العدد الناس اللي جابوا السكور فوق 50%. لو خدت بالك، لو خدت بالي انا هنا من خلال النظر على ان السكور فوق 50% هي السيلز اللي انا ملونها باللون الاصفر، اللي هو المفروض اربع سيلز، 75 و55 و89 و79، انما الباقي ده اقل من 50%. فبالتالي لو جيت حابب اكتب الداله دي، يعني نكتبها مثلا في حاجه فاضيه هنا مع بعض، هلاقي ايه، هقول مثلا يساوي، واقوم جاي كاتب كاونت يساوي، واقوم جاي كاتب كاونت اف. اول ما بكتب كاونت اف واقوم جاي فاتح القوس، هلاقي هو ذكر لي هنا ايه دلوقتي، قال لي دخل لي الرينج بتاعك. فلما اجي ادخل الرينج بتاعي، فين الرينج اللي انا عايزه يعد منه؟ طبعا انا مش عايز الاسماء في حاجه، انا عاوز السكور فقط، فاقوم جاي عادد السكور او عم محدد له الرينج السكور بالطريقه دي. فبعد ما بعلم له السكور بالطريقه دي، لقيته كاتب لي ايه، لازم اعمل الكوما، فبقوم جاي مدخل له الكوما، سواء الكوما كانت الكوما بالشكل ده او كوما وفوقيها نقطه زي ما احنا متفقين على حسب الفيرجن اللي انا شغال عليه. طيب عملت له الكوما المطلوبه، وبعد كده سالني عن الكرايتيريا، ايه هي الكرايتيريا، يعني ايه الشرط اللي انت عايزه. فالشرط اللي انا عايزه ان يكون الارقام اللي في السيلز دي تكون اكبر من 50. طيب عشان ادخل له الشرط، لو انا كتبت له الشرط اكبر من 50 بالشكل ده، وقمت جاي قافل القوس، هلاقيه يطلع لي ايه، هيقول لي ان في مشكله. ليه في مشكله؟ لان انا ما ينفعش اكتب له الشرط ده بشكل صريح كده، لازم احطه له داخل علامات تنصيص. فبعمل له علامه تنصيص قبل اللي اكبر، وعلامه تنصيص بعد 50 بالشكل ده، وادي له انتر. هلاقيه عد لي هنا كام في الحاله دي، عد لي الاربع خانات اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هم اكبر من 50. يبقى في الحاله دي كاونت اف بتعد لي رينج، يعني بتعد حاجه معينه في رينج معين بس بشرط انا بحددها له. طيب ايه اخر نوع من انواع كاونت؟ في حاجه اسمها ايه، كاونت اف اس. ايه كاونت اف اس دي؟ بتستخدم برضو اللي انا بعد رينج معين او بعد حاجه معينه، بس في اكتر من شرط انا بدخله له. يعني الفرق ما بين كاونت اف اس وكاونت اف، هو ان كاونت اف بتحتاج شرط واحد بس، ما ينفعش ادخل له اكتر من شرط، انما كاونت اف اس ممكن ادخل له اكتر من شرط. طيب تعال نشوف مثال على كاونت اف اس. هلاقي ان المثال بيقول ايه، احسب لي عدد السكور او عدد الناس اللي جايبه سكور ما بين 50 و100، ما بين 50 و100. يبقى ممكن اقول ان هنا الشرط متقسم لحاجتين، ايه هو، ان السكور يكون اكبر من 50، وان السكور يكون اصغر من 100، لانه عايز من 50 ل 100. فبالتالي لما اجي استخدم كاونت اف اس زي ما احنا شايفين، تعال نشوف مع بعض، هقول يساوي واكتب كاونت اف اس. اول ما بفتح القوس هيقول لي ايه، كرايتيريا رينج واحد. يقصد ايه بالكرايتيريا رينج واحد؟ فين الرينج اللي انت عايز تطبق عليه اول شرط، فبالتالي فين الرينج بتاعي، ده الرينج اللي انا بدور من عليه، فده يبقى اول رينج. طيب بعد كده هلاقيه كاتب لي برضو في التعريف ان انا لازم اعمل كوما، عملت كوما، نقل لي تلقائيا بعد الكوما على ايه، كرايتيريا واحد. فين اول شرط انت عايزه؟ اول شرط انا عايزه زي ما احنا اتفقنا اللي انا ايه، اكبر من 50. بس عشان اكتب الشرط قلنا انا محتاج اعمل علامات تنصيص، فبعمل علامه تنصيص واقول له اكبر من 50، واقفل علامه التنصيص تاني. هل كده خلاص، كده الشرط خلص؟ عشان انقل بقى على الخطوه اللي بعدها لازم اعمل كوما. عملت كوما، فسالني عن ايه تاني، قال لي فين كرايتيريا رينج 2، فين الرينج اللي انت عايز تحدد فيه الشرط التاني. برضه هو نفس الرينج، ما اختلفش معانا في اي حاجه، فحددت له الرينج تاني بالشكل ده.
قمت جاي عامل كومة. بعد كده سألني عن ايه، فين الكرايتيريا 2 بتاعتي، او فين الشرط التاني بتاعك اللي انت عايز تستخدمه. فهلاقي ان الشرط التاني بتاعي فين، اللي احنا قلنا ايه، اصغر من 100، واتفقنا ان احنا عشان نكتب الشرط محتاج علامات تنصيص. في الحالة دي اعمل علامة تنصيص واكتب اصغر من 100 واقفل علامة التنصيص تاني. بعد كده اقفل القوس بتاع الدالة نفسها زي ما احنا متفقين. ولو خدت بالي هنا ان انا لو ده القوس الاخير يبقى هيتلون باللون الاسود على طول، فكده تمام. بديله انتر، هلاقيه كتب لي كام هنا، كتب لي 4 برضه. ليه؟ لان انا عندي الارقام او السكور اللي اكبر من 50 واصغر من 100 اللي هو فين، هلاقي ان هو برضو نفس 75 وال55 وال89 وال79، نفس المثال بالظبط اللي انا استخدمته في كاونت اف. بس في كاونت اف استخدمت شرط واحد اكبر من 50، انما في الحاله دي استخدمت شرطين اللي هو ايه، اكبر من 50 واصغر من 100، وبالتالي الاثنين نفس الارقام. طيب يبقى احنا كده فهمنا الفرق ما بين الاربع او الخمس انواع لكاونت. لو نيجي نراجع مراجعه سريعه عليهم كده، او تعريف سريع عليه، هلاقي ان ايه، ان الكاونت اول حاجه من انواع كاونت في حاجه اسمها كاونت بلانك. كاونت بلانك دي بتعمل ايه، بتحسب لي الخلايا اللي بتكون بلانك، يعني بتكون فارغه، وكل اللي بيطلبه الرينج. يعني بعمل يساوي كاونت بلانك، بفتح قوس بكتب الرينج واقفل القوس تاني. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه كان في حاجه اسمها كاونت ايه. كاونت ايه دي بستخدم، بتبقى مطلوبه في ايه، ان انا احسب الخلايا ذات ار نون بلانك، معناها الخلايا اللي مش فارغه، سواء كان فيها ارقام او حروف، وبرضو ما بيطلبش مني غير الرينج. طيب تالت نوع اللي هو ايه، كاونت لوحدها. كاونت لوحدها بتحسب لي الخلايا اللي بتحتوي على ارقام فقط، وبرضو ما بيطلبش مني غير الرينج بتاعي. طيب رابع نوع اللي هي كاونت اف، يعني بقول له عد لي بس بشرط معين، وقلنا كاونت اف بيدخل معاه شرط واحد فقط. فبالتالي تكوين الدالة عندي اللي هي يساوي كاونت اف، بفتح قوس بدخل له الرينج بتاعي، بعد كده كما، وبعد كده بكتب له الكرايتيريا اللي هي الشرط بتاعي واقفل القوس. طيب كاونت اف اس اللي هي ايه، هي نفس كاونت اف بس بقدر ادخل فيها اكتر من شرط. فبالتالي كاونت اف اس بعمل بيبقى عندي مطلوب رينج واحد والكرايتيريا بتاعته، ورينج اتنين والكرايتيريا بتاعته، وهكذا اكتر من شرط. فده كان ملخص تعريف دوال كاونت واستخداماتها ومثال على كل استخدام.